تنفيذا لاوامر معالي الدكتور عبد اللطيف الهميم. اليوم هذه الزياره الثانيه لمناطق النمرود والسلاميه بعد زيارتنا الى القياره والشوره، ولقائنا اليوم مع منتسبينا كافه، منتسبي جوامع اوقاف نينوى كافه، مع الساده المسؤولين الحكوميين ومع مسؤول الشرطه في المنطقه والاستاذ مسؤول الحشد جزاه الله خير، ايضا كان معنا اليوم حاضر. وايضا تكلمنا عن ماهيه الجامع واداره الجامع وتعليمات الديوان وخطبة الجمعة الموحدة إن شاء الله ستكون هناك تعليمات صارمة يجب الالتزام بها، وحتى أتينا إلى المصلين ما لهم على يعني ما لهم وما عليهم أيضا، وتكلمنا عن مسؤولية الأمن أنه تكون للجميع والجميع يجب أن يحافظ على هذا الأمن بعد أن حرر أبطال قيادة العمليات كافة بصنوفها داعش طرد خارج. اليوم مسألة فكرية إن شاء الله سننتقل من مرحلة إلى مرحلة. اليوم هذا العيد، هذا التحرير، هذه ولادة جديدة يجب أن تكون على المسار الصحيح، وبإذن الله سنتابع هذه المسائل مع أخوتنا في السادة المسؤولين في المنطقة. جزاهم الله خير، أبدوا مساعدات كبيرة جدا ومرونة كبيرة أيضا. نتشرف بلقائهم ونتشرف بلقاء منتسبينا والمختارين وشيوخ العشائر في هذه المنطقة، وإن شاء الله مستمرين في متابعتنا لكافة المناطق، وسنذهب بالقريب العاجل إلى مناطق أخرى لنزورها ونلتقي بمنتسبين أيضا ونتكلم معهم الكلام ونسمع منهم أيضا معوقات ما يريدون أن تكون عليه، وتسخر كل الإمكانيات لتسهيل كل ما يجري في المنطقة لننتقل من مرحلة إلى مرحلة جديدة إن شاء الله. بصراحة اليوم تشرفنا بزيارة الأخ مدير الوقف السني الأستاذ أبو بكر كنعان إلى ناحية النمرود، وأنا شخصيا باسمي رئيس مجلس ناحية النمرود ومدير ناحية النمرود وكافة أهالي ناحية النمرود نرحب بالأخ أبو بكر كنعان في مدينته. الحقيقة اليوم تناولنا مواضيع مهمة تخص المجتمع بصورة عامة ومجتمع ناحية النمرود بعد إزالة داعش من الساحل الأيسر في الموصل، ونبشر أن كما قال الأخ أبو أيمن سيتم تحرير الجانب الأيمن أيضا قريبا بسواعد كافة العراقيين، سواعد الجيش والشرطة وكافة الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي بتحرير محافظة نينوى وخلاص أهلنا من هذا المرض الذي أصبنا به جميعا، وكان خسارتنا كبيرة، لكن هو الله هو المعوض، وإن شاء الله نبني العراق بسواعد المخلصين كافة. نرحب بالأستاذ أبو بكر كنعان بشير مدير أوقاف نينوى لزيارته إلى ناحية النمرود ولقائه بالكوادر الدينية في الناحية، كما نشكر المجلس البلدي في الناحية والأجهزة الأمنية كافة لحضورهم هذا اللقاء المبارك، ونشكر كل من ساهم في هذا اللقاء، حقيقة كان لقاء مباركا، وتجاوب الأخوة جميعا الكوادر الدينية في هذا اللقاء، وكانوا فرحين جدا لأن هذه الفترة فترة مهمة، فترة ما بعد داعش تتطلب منا أن نتكاتف وأن نتعاون، وأن يكون المسجد إشعاع نور للقرية التي يوجد فيها المسجد وللمنطقة بصورة عامة. نترك الخلافات جانبا ونتوحد لنقف صفا واحدا أمام هذا العدو الذي فرق جمعنا ولعب ما لعب بأهلنا من جوع وظلم لاقوا من داعش، والحمد لله أولا وأخيرا. تم عقد مؤتمر بحضور السيد مدير الوقف السني في محافظة نينوى، مؤتمر في مركز ناحية النمرود لأئمة وخطباء ومنتسبي جوامع قرى ناحية النمرود، ودار المؤتمر حول وصايا وتوجيهات وتعليمات مديرية الوقف السني لأئمة وخطباء الجوامع في مركز ناحية النمرود، وأوصى السيد مدير الوقف السني وأوضح للحاضرين أن الإسلام حث على التسامح والعفو اللذين يعبران عن سمو النفس والخلق الجم الرفيع، وأيضا أكد أن الإسلام هو دين الرحمة والرأفة والمحبة
وأكد أن الإسلام نبذ الإرهاب والتطرف، الإرهاب والتطرف اللذين يعبران عن الكراهية والعداوة والبغي والكره للإنسانية. وأكد أيضا السيد مدير الوقف السني على التعاون بين أئمة وخطباء الجوامع والتعاون مع المصلين، وبالعكس التعاون المصلين مع أيضا الأئمة والتعاون مع الأجهزة الأمنية وأعضاء مجلس ناحية النمرود وقيادات الحشد الشعبي والعشائري وقواتنا الأمنية. وأكد أيضا علينا أن نبذل كل سبب مشروع يزيد من اللحمة ويوثق الألفة، وحذر من الأسباب التي تؤدي إلى الفرقة والاختلاف والنزاع.